لا العرض ما بقاش كيما كان، العرض نقص بزاف. الشاري ما بقاش كيجي ياخذ الدجاج، كيشوف كيشوف الفروج كيتخام عليه ب 50 درهم ما كياخذوش، كياخذ 10 درهم ديال الدجاج، 5 درهم ديال الدجاج، هادشي اللي كاين في السوق دابا. سبعة الدجاج طلع، ثمن ديال الدجاج طلع، والدجاج قليل شويه في السوق ما كاينش. اللي كاين ما عندوش والدرويش راه اصلا ما كياكل الدجاج الا كان غالي، والدجاج هو ديال الدرويش، ومنين غلا ما بقاش كياكلو. هادشي الدجاج اللي قلا ما بقاوش الناس مالين الفرن ما بقاوش كيعمرو. الفلوس غالي وشحال من حاجه غاليه، والمسائل الاخرى ما مقادينش عليها الناس. واخا الدجاج راه كان واصل غير 1000 فرانك، شويه وصلوه 240، شويه داروا ليه 340. دابا المواطن من كان تياخذوا النبلولة كان تياخذوها ب 1000 فرانك، دابا وصل 340، ولا المواطن قصحو وجات مع الدخول المدرسي مع هاد الناس هادو. كاين اللي يجيب مواطن تندخلوه فيه هادشي، فهمتيني؟ دابا الدجاج واصل 340، وكان نبلولة كان واصله 180، كان تيعيطوها 180 ألف فرانك. المواطن قصحو بهاد الثمن هذا، ما بقاوش دايرين بحساب المواطن. والدجاج غلا، دابا تيجي فروج تيحسبولك ب 40 درهم، كان ب 20 درهم فروج، 25 درهم، دابا تيحسبولك ب 40 درهم. والناس راه تقصحات اخاي، الناس دابا ولاو قصحين، ما بقاش الدجاج هو هو. دابا تيجي الناس، تجي الناس تقول لي البارح السيمانه اللي فاتت خدا ب 1000 فرانك، تولي يوم خدا ب 340، ما تيتقبلهاش، تيمشيو بحال الكليان تيهربوا مولي. غادي نقضي باش ما نقضي بواحد النسبه قليله، ما ماشي بحال المولف ليا بدخل، ولكن هذا ظروف السوق تيطلع وتيهبط. ما كاين مربي الدجاج عندهم شي ظروف، ولا الماده ما تدخلش من برا، ولا بزاف د العوامل قصاصه تلعب. ما يمكنش هو مول الفيرما غادي يبيعو غالي والسوق غيخليه، ما يمكنش غادي يبيعو بالثمن ديالو، ولكن هنا كاين ربما تيكونوا هنا وسطاء، هنا واحد اللعبة الوسطاء تيلعب واحد الدور في هذه الازمات هذو. ما نشريش، ما نشريش. علاش؟ وانا نشري قد الحال ديالي، نشري 10 دراهم، نشري 5 دراهم، وهادشي شوف كلشي غالي بالنسبة لنا حنا، كلشي غالي. اللي ساومتو كتسيب حاجة بثمن وحاجة بثمن. لا لا، لأن الاقتصاد ديالنا غادي نهرسوه، غادي نهرسوا الاقتصاد ديالنا، نقاطع هاد المادة ونقاد المادة، دونك غادي نساعد الدول الآخرين، غادي يجيبوا المواد ديالنا يبيعوا. أنا ضد هاد الفكرة هادي. إلا غنشري دجاجة، نشري دجاجة، ما كانش نشري باش نقضي، ربما السوق غادي يتحل إن شاء الله. خويا أنا ما نشريش إلا كان غالي. الصراحة سي محمد ما نشريش. واش غادي نقول لك؟ نشري 5 دراهم أنا ديال قد الحال ديالي، قد الحال ديالي، ماشي قد الحال ديالي، ما نشريش أنا واحد الحاجة أكثر مني ونشريها. كاين عندي ما عنديش باش نشري. إوا اش غادي نشري؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.